ثم التعصيب، التعصيب اللي هو يأخذ الباقي، لما يقول فلان معصب يعني يأخذ الباقي ما له فرض، ينطر لين يخلصون قال خلصتوا أعطوني الباقي، واضح ولا لا؟ يأخذ الباقي، هذا العصبة، العصبة ينتظر يعني ما يشاركهم في القسمة، ما يشارك، عقب ما يخلصون يقول له شو اللي بقى؟ قالوا بقي كذا كذا، ياخذه، هذا يسمونه ايش؟ معصب، اسمه ايش؟ معصب. والنساء جلهن يرثن بالفرض، قليل جدا امرأة ترث بالتعصيب، جل مواريث النساء بالفرض ما عدا المعتقة ترث بالتعصيب، وهذا يسمونه عصبة بالنفس كما سيأتينا، والأخت مع الأخ أو البنت مع الابن يسمونها عصبة بالغير، تتعصب مع أخيها، طيب، أو الأخت الشقيقة مع البنت يسمونها عصبة مع الغير بس، طيب. إذن إما أن تكون عصبة مع الغير أو تكون عصبة بالغير، وإما أن تكون عصبة بنفسها، وإلا جل مواريث النساء فرض، جل مواريث النساء فرض، وجل مواريث الرجال تعصيب، قليل جدا من الرجال يرث بالفرض، الرجال كله ينتظر الرجل، ladies first، قدمونا النساء أول شيء، ينتظر عقب ما يخلصون يقول أعطوني الباقي، أعطوني الباقي، فجل الرجال يرثون بالتعصيب، يأخذ الباقي، يأخذ الباقي، ما عدا الأخ لأم يرث بالفرض، ما عدا الأب والجد احيانا يرثان، الاب والجد لهما ثلاث احوال، اما ان يرث بالفرض فقط، واما ان يرث بالتعصيب فقط، واما ان يرث بالفرض والتعصيب، اما ان يرث بالفرض فقط، واما ان يرث بالفرض والتعصيب، واما ان يرث بالتعصيب، سياتي تفصيله ان شاء الله تعالى، لكن الشاهد من هذا ان الرجال جميعا لا يرثون الا بالتعصيب، الا الاخ لام والزوج والجد والاب، والجد والأب لهم أحوال كما قلنا، لهم أحوال، أما الزوج لا يرث إلا بالفرض، يا نص يا ربع الزوج، الأخ لأم السدس فقط بس، وبقي الرجال كلهم يعني الابن ما يرث، ما له نصيب فرض، نص ربع ما له الابن، ماذا للابن؟ الباقي، ابن الابن الباقي، العم الباقي، العم الشقيق الباقي، الأخ الباقي، ابن الأخ الباقي، المعتق الباقي، بعد ايش عندكم؟ الاب والجد قلنا يستثنى، اذا الرجال دائما يرثون ايش؟ الباقي، ياخذ الباقي، طيب؟ واحد يقول طيب يمكن ما يبقى له شيء، حسب، حسب الميراث، لو اجتمع كل هؤلاء ولو فرضنا واحد مات او واحده ماتت، واحده ماتت يلا عندها زوج واب وجد وام وجده واخت شقيقه واخت لاب واخت لام وابن ابن وبنت وبعد شنو؟ ابن، قلنا ابن زين، وبعد وابن عم شقيق وابن عم لأب وابن عم لأم، واضح ولا لا؟ كل هذول موجودين الرجال والنساء زين، إذا اجتمع جميع الورثة لا يرث إلا خمسة، إذا اجتمع جميع الورثة لا يرث إلا خمسة، الأبوان، الأب والأم، الأولاد البنت والابن، وإذا كانت امرأة زوجها، وإذا كان رجل زوجته بس. طيب والعم وها شلون ياخذ الباقي؟ كلهم يطيحهم الابن، إذا الابن موجود، الابن الابن مع السلامة، العم مع السلامة، الأخ مع السلامة، ابن الأخ مع السلامة، العم مع السلامة، كلهم يطيحهم، وذاك الابن يعتبر أقوى وارث، أقوى وارث الابن، يطيح جل الورثة، واللي ما يطيح ينقصه، يعني الأم لها الثلث، إذا الابن موجود ينزلها للسدس، الأب قلنا يأخذ تعصيب أو سدس أو فرض تعصيب، يعطي السدس فقط، إذا ابن الابن موجود من برة يطلع برة، الزوج موجود ينزله من النص إلى الربع، واضح ولا لا؟ أقوى وارث الابن، أقوى وارث الابن، فعندما نقول الابن يأخذ الباقي لأنه يطيح الورثة كلهم، وفي النهاية هو أقوى ميراث، أقوى ميراث للابن،
اقوى واحد ياخذ مهر، وذاك مع اذا حتى مع اخته اللي هي البنت ياخذ ايش للذكر مثل حظ الانثيين، فاذا هذا اقوى وارث. اذا الميراث كما قلنا اما بالفرض واما بالتعصيب واما بالرحم، اما بالفرض اما بالتعصيب. قلنا الفرض غالب النساء بالفرض، وليس في النساء تعصيب الا ثلاثه، اما ان يكون عصبه بالنفس، عصبه بالغير، عصبه مع الغير. الرجال جل ميراثهم بالتعصيب، ويستثنى من ذلك اخ لام والزوج والاب والجد على احوال كما قلنا، والا الباقي الرجال كلهم يرثون بالتعصيب.